بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أماني من قناة أمان الترتير من أمريكا. أهلا بكم في تجمع الأحبة مرة ثانية. حلقة اليوم: كيف نعلم أبناءنا أن يعتمدوا على أنفسهم ويكونوا في المستقبل شباب المستقبل إن شاء الله، أقوياء متعلمين متفهمين يستطيعون الاعتماد على أنفسهم. ومع هذا مع تجمع الأحبة كل قناة ستقدم أفكارها وأراءها بهذا الموضوع. وأول قناة بعد المقدمة هي أماني، وثانيا نتجه إلى مصر من خلال قناة عالم ماما دودة الجميلة، وبعدها سنتجه إلى قطر من خلال قناة رفيدة شاكر، وبعد رفيدة شاكر سننتقل إلى الأردن من خلال قناة سويت لايف، وبعدها سنتجه إلى الجزائر من خلال قناة أم بشرة، وبعدها سنتجه إلى فرنسا من خلال قناة نادية أم مصعب، وبعدها إلى عمان من خلال قناة ميرفت علي، وبعدها إلى إيطاليا من خلال قناة الحرية والحياة حلم، وبعدها إلى الشام لؤلؤة الكروشيه والتريكو، وبعدها سنتجه إلى السعودية من خلال قناة مملكة أم محمد، وبعد السعودية إلى تركيا من خلال قناة زكي نجمة، وبعدها إلى إسبانيا من خلال قناة أم عبد الرحمن، وبعدها سنتجه إلى تونس من خلال قناة وذ نانيتا، ونختمها إن شاء الله بالقناة من ألمانيا أمل الباز. هذه القنوات الجميلة جدا والمميزة والمنوعة تجمعت بالخير لتفيدكم بكل المعلومات المفيدة. أتمنى أن تدعموها بوضع لايك واشتراك وكومنت لقنواتهم، ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أماني من قناة أمان الترتير من أمريكا. أهلا بكم نتجمع الأحبة مرة ثانية. موضوع هذه الحلقة: كيف تربي ابنك أو ابنتك على أن تكون تعتمد على نفسها بجميع الأمور في حياتها الشخصية. أن تربيها منذ الصغر كيفية أن تأكل وتنظف جسمها وأغراضها واحتياجاتها بالتدريج حتى تصبح شابة جميلة أو شابا جميل يعتمد عليه بكل شيء. وعند الصغر يعتمد على نفسه بكيفية أن يأكل وكيفية أن يستعمل أدواته وأن يرتبها ويرتب غرفته بالتدريج إن شاء الله. أتمنى أن تراعي كيفية أن تعاملوا أبنائكم وتعطوهم الثقة بنفسهم وأنهم يستطيعوا أن يعملوا ويعتمدوا على أنفسهم وأن يتعلموا وأن يذهبوا أن يقوموا بكل شيء، وطبعا بمراقبة الأم والأب حتى يكون تعتمد الثقة عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قناتي عالم ماما دودة من مصر أم الدنيا، واتمنى تنوروني في قناتي المتواضعة. وقناة عالم ماما دودة مش هتكبر ألا بيكم وليكم، وهتلاقي كل ما ينول إعجابكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي ماما دودة. أنا قناتي عالم ماما دودة من مصر أم الدنيا، وربنا يخليكم ليا عيلتي الكبيرة اللي بعتز بيها جدا جدا، انتوا عيلتي الصغيرونة اللي دايما بتفرحوا قلبي بالكومنتات بتاعتكم واللايكات والاشتراكات. ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي نعمة حبايب قلبي ماما دودة. وقناتي المتواضعة يا ربي تنول اعجابكم مع عالم ماما دودة. والنهاردة مع تجمع الأحبة ومن كل أنحاء العالم حابين نتكلم إن إحنا عايزين نعلم ولادنا على الاعتماد على النفس ومن هم صغيرين. نبدأ من سن 7 سنين، نخليهم يذاكروا وإحنا عنينا عليهم، يأكلوا لوحدهم، يلبسوا لوحدهم، يعلقوا هدومهم لوحدهم، يلبسوا الشوز، يلبسوا الكوتشي لوحدهم. لازم نعودهم الاعتماد على النفس عشان تطلع شخصيتهم قوية ويعتمدوا على نفسهم في أي موقف
في المدرسة في الشارع، لازم نعودهم على الاعتماد على النفس. تمام، من هنا بتبني شخصية ولادك. ولازم كمان الاعتماد على النفس، انك انت او انت من البنوتة او الولد، لازم تقول لهم قبل ما تطلعوا الكلام فكروا فيه اذا كان ده صح يتقال او غلط. ده برضو من شخصية الاعتماد على النفس. عوديهم انهم يعتمدوا على نفسهم، ياخدوا القرار الصحيح في نفس اللحظة، لان انت الاب والام مش موجود معاهم اليوم كله، اكيد بيبقوا الولاد في المدارس في الشارع. فلازم تعوديهم انهم يعتمدوا على نفسهم في كل كبيرة وصغيرة في حياتهم، عشان ما يطلعوا شباب بإذن الله تعالى يكون شخصيتهم قوية، ويعرفوا هما بيعملوا ايه وبيقولوا ايه. تمام، وطبعا هنا انك انت بتبني شخصية ولادك، اذا كان بنات او شباب، وتخليهم يعتمدوا على الله ثم على نفسهم. لازم نبني شخصية ولادنا من هما صغيرين. مش كل حاجة انك انت تأكلي وتلبسي وتذاكري وتلبسيهم، حتى الزراير انت اللي تقفليها والكلام ده، لأ. عوديهم واحدة واحدة انهم يعتمدوا على نفسهم في كل حاجة، الاعتماد على النفس، وازاي يكلموا الميس بتاعتهم او المدرسين بتوعهم، او يكلموا زمايلهم، او يتعاملوا في الدنيا عامة بشكل عام، انهم يحترموا الناس. وتبني شخصية ولادك من هم صغيرين انهم يعتمدوا على نفسهم في كل كبيرة وصغيرة. ابدأي معاهم من سن 7 سنين، عوديهم انهم يعتمدوا على نفسهم، وربنا يخليهم لكم ويخليه لي يا رب. اللهم امين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم رفيدة من قناة رفيدة شاكر، مصرية مقيمة في دولة قطر. وزي ما عودناكم في تجمع الأحبة كل أسبوع موضوع جديد، وموضوعنا الأسبوع ده عن الاعتماد على النفس بالنسبة لأولادنا. طبعا بعد ما احنا عطينا أولادنا الحب والحنان الذي لا ينقطع، الحب والحنان بتاعنا ما بيخلص أبدا، وعلمناه الثقة بالنفس، ووجهناه وعلمناه إزاي ممكن يعمل الحاجة دي مرة واتنين وعشرة، بنخليه يعمل الحاجة قدامنا قصاد عينينا، بس هو اللي يعتمد على نفسه في الحاجة دي. يعني مثلا في المذاكرة بتدي حل الواجبات بتاعته، وانت بتراقبيه وبتصححي له الاخطاء بحيث ان هو يتعلم من اخطائه ويعتمد على نفسه. لو مثلا هو بيلبس الشوز، انت علمتيه يلبس الشوز ازاي، ويربط الرباط بتاع الشوز ازاي، تدي له الشوز وهو يلبس لوحده، مرة في مرة هيتعلم. لو هو بيعمل بيربطه غلط او بيلبسه غلط او بيلبسه مخلوف، هيتعود في المرة الجاية او اللي بعدها ان هو يعملها صح. هاي مثلا يحط التوكة، بنوتة تحط التوكة، او ممكن تساعدك في الاطباق، تحط الاطباق بتاعت الاكل على السفرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ انا هديل من قناة سويت لايف، اهلا وسهلا فيكم بقناتي المتواضعة. ان شاء الله تعجبكم قناتي، وبتمنى انكم تنوروني بالقناة. احنا بكل اسبوع بتجمع الاحبة بننزل موضوع معين. اليوم موضوعنا رح نحكي فيه عن الاعتماد على النفس للاولاد، كيف انه الاطفال يعتمدوا على انفسهم حتى لو كان عمرهم صغير. اول شيء بنبلش مع الطفل انه نعوده على يعتمد على حاله بعمر السنتين. يعني صح انه عمر السنتين كتير صغير، بس لما بكبر بتعود انه يتحمل المسؤولية، وبتعود انه يعتمد على حاله، لانه بس يكبر رح يكون مسؤول عن نفسه، عن بيت، عن اسرة. فبنبلش معاه من عمر كتير صغير، لانه دائما بيحكوا المثل ابنك على ما ربيتي. يعني اي اشي انت بتربيه عليه وهو صغير، لما بيكبر بضل على هذا الاشي. انه اول شيء كمان انه الام دايما بتتعب كتير في انه بتضل دايما ورا الاولاد، وانه اذا حدا بده مي، اذا حدا بده عشاء، فهي لا، انه لازم يكون في مساعدة من حتى الاطفال، لانه كل حدا بالبيت
إله وظيفته الخاصة، يعني ما في حدا ما إله وظيفة بالبيت، حتى لو كان عمره صغير لا لازم يكون إله وظيفته الخاصة. يعني مثلا الطفل لما بيرجع من المدرسة يضب شنطته، يضب ملابس المدرسة أو يحطهم بالغسيل، يعني تعودوا على هذا الإشي رح تتغلب معاه من البداية، يعني بس يعني شوي شوي رح يتعود. حتى لما يكبر انه يضل على هذا المبدأ اللي تربى عليه وهو صغير. طبعا كمان اهم اشي الواجبات الدينية لازم يعرفها ولازم يتعلمها، وخاصة الصلاة. السلام عليكم. بسم الله، بديت وعلن بصليت معكم وصفات أم بشرى من الجزائر. موضوع حلقة اليوم في تجمع الأحبة من أنحاء العالم هو كيف نعلم أولادنا الاعتماد على أنفسهم منذ الصغر. لازم علينا يتعلموا أطفالنا في سن صغير تطور بالتدريج حتى يصبح عادة عندهم، أيضا تطور معهم مهارات أخرى مفيدة قد تستمر معهم طول العمر. وعلى العكس من ذلك، عدم الاعتماد على النفس هو أمر مؤذ لصاحبه، يضعه في كثير من المشاكل. لذا نبدأ مع أطفالنا عملية الاعتماد على أنفسهم منذ الصغر، ولا نفسده بالتدليل المفرط والاعتماد الزائد عليه، لأنه سوف يساعده على فهم العالم من حوله وبالطبع بما يناسب عمره. مثلا نعلمه كيف يأكل من الصغر، يلبس من الصغر، يقرأ من الصغر. لازم علينا الاعتماد أيضا باختيار ملابسه وألعابه وتركيب الكتب وترتيب الكتب. أيضا لازم علينا نخلوه يحضر جدول المدرسي وتناول الطعام وغسل اليدين قبل وبعد الأكل، تنظيف الغرف. أيضا لازم علينا نخلوه يضع مسار. أيضا لازم علينا نحرص على مشاركته في قراراته الأسرية، مثلا تشجيعه على التعبير برأيه والاستماع عليه ومناقشته فيها. أيضا لازم علينا نخلوه ياخذ القرارات بنفسه مع أي حاجة يحبها، ولازم عليه نخلوه ياخذ الأمر بجدية في القراءة والاختيار. السلام عليكم، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال وأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم نادية أم مصعب. اليوم حابين نتكلموا في واحد الموضوع كيخص وليداتنا، وهو كيفاش نخلي ولدي يعتمد على نفسه. طبعا بعد ما ربيتي على الحب والثقة في النفس، بعد ما وجهتيه ووريتيه وعلمتيه، خاصك تسحبي نفسك شوية بشوية عليه، تخليه. لكن انتي كدائما كتراجعي مع الدروس، خاصك تسحبي نفسك وتخليه راجع بنفسه بدروسه، او تراقبيه من بعيد واش كيقدر يدير الدروس ديالو بوحدو، ولا دائما محتاج المساعدة ديالك. فهذا ماشي مزيان، لكان دائما طفلك محتاج المساعدة ديالك او انتي كتفرضي عليه. لا، تيقي في طفلك وخليه، خليه يلبس حوايجو بوحدو، خليه يدير الدروس ديالو بوحدو، خليه يثق في نفسه، وغتشوفي الطفل ديالك راه معتمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ميرفت علي من قناة مطبخ ميرفت علي، مصرية مقيمة في سلطنة عمان. أتمنى إن شاء الله إنكم تزوروا القناة بتاعتي وتعملوا لي إضافة وتتابعوا كل الفيديوهات بتاعتنا. ومع تجمع الأحبة حابة أتكلم معاكم الأسبوع ده عن اعتماد أولادنا على نفسهم وإزاي يتحملوا المسؤولية، وده بيكون طبعا من الصغر ويبدأ من مراحل عمر الولد أو البنت على حسب طبعا خبرات الأب أو الأم، إن هم يشجعوا أولادهم ويكونوا قدوة ليهم ويسندوهم ويعلموهم
وطبعا يدوهم الثقة في نفسهم، وان هم يقدروا انهم يأدوا اعمال معينة بتشجيع باباهم وتشجيع مامتهم، ويبقوا واثقين ان هم هينجحوا في الشيء ده. طبعا مع ان احنا ننقي طبعا عبارات محفزة ليهم ومشجعة، ونقدر ان احنا نوصلهم بيها لنجاحهم في اي شيء هم يقوموا بيه مع نفسهم بالاعتماد على نفسهم. ده طبعا بيكون بالثقة في النفس، ان هم لازم احنا نديهم الثقة ان هم هينجحوا في اي شيء يسووه. يعني يكون عندنا حافز، يكون عندنا أيوة أنت لازم تتعلم تلبس، أنت لازم تتعلم تعمل كل شيء لوحدك، أنت ممكن تعمل أكل وتأكل نفسك. في حاجات كتير كتير ممكن إحنا نشجعهم بيها من البداية، من عمرهم وهم صغيرين، وإن شاء الله يوصلوا في الآخر إن هم عندهم ثقة في نفسهم إن هم يكملوا أي شيء لوحدهم بدون إن هم يعتمدوا على بابا أو على ماما، وإن شاء الله كده ينجحوا في حياتهم ويحسوا بالثقة في النفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناتي Freedom and Life is a Dream في موضوع هذا الأسبوع في تجمع الأحبة سوف نتحدث عن موضوع كيف نعلم أبنائنا الاعتماد على النفس. إننا نحتاج لأن نعلم أطفالنا منذ الصغر أهم الأساسيات التي تجعلهم يواجهون العالم الخارجي بثقة وبأنهم قادرون على تحمل المسؤولية وأداء واجباتهم نحو أنفسهم ونحو غيرهم، ما يمكنهم أن يكونوا إضافة كبيرة للعالم. ما معنى أن يعتمد الطفل على نفسه؟ هناك فرق كبير بين الطفل الذي ينمو معتمدا على نفسه ومستقلا عن الآخرين، ومن الطفل الذي لم يتعلم كيف يكبر معتمدا على نفسه وإنما يعتمد على الآخرين وبالأخص والديه لكي ينجز مهامه. فالطفل المعتمد على نفسه هو الطفل الذي قد تم تغذيته بمعتقد أنه شخص كفء وقادر على الاعتناء بنفسه وقادر على أداء واجباته. والطفل المعتمد على نفسه له القدرة على أن يهتم باحتياجاته الخاصة ويظهر المسؤولية لقراراته التي يتخذها مع أخذه في الاعتبار الأشخاص الذين حوله والبيئة المحيطة به. كيف تربي طفلك على أن يكون معتمدا على نفسه؟ هيئ طفلك بأن يكون شخصا معتمدا على نفسه ومستقلا بأن تخبره أو تشير إلى ملاحظاته عن الاعتماد على النفس وأخذ زمام المسؤولية. عليك أن تشرح له لماذا عليه أن يكون معتمدا على نفسه، وتشجعه بأن تقول له أنه طفل قوي الآن ويستطيع الاعتماد على نفسه، ووضح له أنه لم يعد ذلك الطفل الذي يبكي بعد اليوم. بهذه الكلمات تستطيع أن تدعمه أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مها من قناة لؤلؤة الكروشيه والتريكو. أتمنى تنوروني في قناتي المتواضعة مع تجمع الأحبة في كل أنحاء العالم. الاعتماد على النفس أو الاستقلالية وتحمل المسؤولية هو سلوك يكتسبه الإنسان منذ الصغر وخلال مراحل عمره المختلفة، ويتفاوت بين البشر حسب الخبرات الحياتية المكتسبة والدعم الأسري والتربوي. أول خطوات لتشجيع أبنائنا على الاعتماد على أنفسهم هي أن نكون نحن القدوة لهم، كما أنه يبدأ بخط طريق لحياته والتفكير في مستقبله. جعليه يشعر بأن له مكان بين أصدقائه. علمي طفلك كيف يدافع عن نفسه، وعلميه كيف يواجه الفشل. علمي طفلك كيفية تحمل مسؤولية تصرفاته. ساعدي طفلك بتحقيق أحلامه وطموحاته، وامدحي أعماله.
علمي طفلك مهارات إبداء الرأي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم قناة مملكة أم محمد مقيمة في المملكة العربية السعودية، وأتمنى تنوروني في قناتي المتواضعة. ومع تجمع الأحبة من كل أنحاء العالم، حابين نتكلم في هذا الأسبوع على أطفالنا، وأن نعودهم على الاعتماد على النفس منذ الصغر، ونعودهم يعتمدون على أنفسهم في الأكل واللبس وحاجات أخرى، بهدف لما يكبرون تكون شخصيتهم قوية ويعرفون كيف يتعاملون في الحياة. من مسؤوليتنا كأمهات، من واجبنا نعود أطفالنا على النظام، لأن النظام هو أساس الحياة، ونعلمهم يبدأون أولا بغرفتهم، يرتبون ألعابهم، كتبهم، وملابسهم، وكل شيء في مكانه الخاص. ونعلمهم كذلك أن النظام هو أساس الحياة، ويتعلمون كذلك نظام الأكل وكيف يجلسون على الطاولة والأكل، وأن نربيهم كذلك على الاحترام، احترام الكبير والصغير. أولادنا هم أصحابنا في المستقبل، فلازم نعودهم يصارحونا بكل شيء منذ الصغر، ونعلمهم الصدق لكي يكونوا في المستقبل صادقين في القول والفعل والعمل. كذلك لازم نحببهم في الدين الإسلامي، ونعودهم على الصلاة منذ الصغر، منذ سن السابعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. علموهم على سبع واضربوهم لعشر. ولنعلم جميعا أنه كلما استقامت وانضبطت صلاتهم انضبطت كل أمور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم حنان من قناة زكي نجمة مقيمة بتركيا. نتمنى منكم تزوروا قناتي المتواضعة لكل الأحبة من كل الدول العالم. موضوعنا اليوم على الأطفال، اعتماد الأطفال على النفس. اعتماد الأطفال على النفس مهم جدا للطفل، اللي خاصه دائما يكون معتمد على نفسه في جميع الأشياء، الملابس، الأكل، الحاجة اللي كيبغيها الطفل خاصه هو يعتمد على نفسه. نعلمه كيفاش مثلا يلبس لراسه، كيفاش يأكل لراسه، كيفاش مثلا يعني يقوم الصباح يمشي ينظف وجهه، كيفاش يعمل الاكزرسيس ديالو او التمارين ديالو. يعني هذا جد مهم بالنسبه للطفل، اعتماد على النفس جد مهم. كيفاش مثلا مع الصباح ملي كتوجدي ليه الفطور حطيه ليه قدامه ياكل، يعتمد على راسه، ما تبقايش كل مرتين تعطيه، ولا الا بغى شي حاجه يعني خاصه هو اللي يختارها. بالنسبه للملابس يعني ينسق الالوان، يشوف الحاجه اللي هو كيحبها، ما نبقاوش حنا نبزو على الواحد على الطفل. الطفل خاصه ديما يكون معتمد على نفسه في جميع الاشياء، يكون معتمد على نفسه. ويعني مهم جدا الاعتماد على النفس. كيفاش مثلا يزرع واحد الوريدة، نغرسو لي واحد الوريدة يغرسها ويبقى مقابلها، يعني اعتمد على نفسه بان هذيك الوردة راه خاصها تسقى وخاصها تراقب. حطيتي ليه الماكلة ياكلها راسه وضر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم قناة ام عبد الرحيم مغربية مقيمة باسبانيا، واتمنى تنوروني في قناتي المتواضعة ومع تجمع الاحبة من كل انحاء العالم. غادي نتكلموا هذا الاسبوع على كيفاش نعلموا اولادنا يعتمدوا على راسهم هما صغار. بالنسبه للاعتماد على النفس راه مهاره حياتيه، يمكن يقدر الاطفال يعلموها هما صغار سن صغيره، وكتزيد معاهم بشويه بشويه حتى تولي عندهم عاده، وكيزيدوا معاها مهارات اخرى مفيده وكتبقى معاهم حياتهم كامله. وعلى العكس من ذلك، ملي ما يكونوش يعتمدوا على نفسهم راه حاجه ماشي مزيانه، وكيديروا كيخليهم يطيحوا بزاف المشاكل. لهذا خصنا ضروري من نبداو نعلموا ولادنا الاعتماد على النفس، وما نقولوا ما ندلوهمش بزاف، نحاولوا شويه ما نفسدوهمش بالتدليل المفرط،
والاعتماد زائد عليك وما نخليوش كيعتمدوا علينا بزاف، ونساعديه على فهم العالم، خصنا نعاونوه على فهم العالم اللي قدامه بالطبع على حساب العمر ديالو. وكيفاش ديري باش تعلمي ولادك هما صغار يعتمدوا على النفس؟ تشجعي على القيام بمهارات صغيره، تزيدي له مهارات اتخاذ القرار، وذلك قرارات على حساب السن ديالو، خليه يقوم شي تجربه ويخطئ، ولكن ضروري ما تكون على حساب السن ديالو. ونحفزيه وشجعيه، شجعي ولدك على اي عمل يقوم به بمفرده حتى يحاول القيام به. وتطبيق المكافاه والعقاب، يعني الا دار شي حاجه زوينه كافئه، الا دار شي حاجه مش مزيانه عاقبه. يعني شجعيه على اداره امواله، يعني عطيه شي مصروف خليه مساحه يعني من الحريه يدير هو كي بغى، ولكن حاولي ديما تكوني انتيا حاضيه هكا مره مره. وحدي له مسؤوليات من كل فرد من افراد الاسره، يعني تورجي شي حاجه في احترام جميع مسؤولياتهم. هادشي اللي كان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والصلاه والسلام على مولانا رسول الله. انا عزيزه من قناه عزيزه شانيل من لندن. اتمنى قبل كل شيء ان تدخلوا الى قناتي فضلا منكم وليس امرا، وتدعموني بالضغط على زر الجرس، وتدعموني بلايك وتعليق محفز. احبائي الكرام، ومع تجمع العائله من كل الارجاء، وجب علينا ان نتكلم او نتطرق الى موضوع مهم يخص كل فرد في العائلة ويخص كل الآباء وأولياء الأمور، وهو كيفية تعويد أبنائنا على الاعتماد على النفس. فالاعتماد على النفس، وكما تعلمون، هو شيء مهم وضروري في بناء الشخصية، شخصية الطفل، وهو شيء مكتسب من الحياة. فالاعتماد على النفس هو بوابة النجاح لكل فرد من الأفراد. فعندما نتعلم كيفية الاعتماد على النفس، فنحن نكون مستقلين شخصيا، أو شخصيتنا تكون مستقلة. فالأطفال، فنحن كلنا كنا طفل، يعني كلنا. السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة في تجمع الأحبة هنتكلم عن ان احنا لازم نعلم ولادنا من هم صغيرين يعتمدوا على نفسهم. اول حاجة نبدأ معاهم ان هم يلموا لعبهم، يبدأوا يكبروا شوية نعلمهم ان هم يرتبوا اوضتهم، بعد كده يبدأوا يساعدونا في البيت، لان دي من الحاجات المهمة جدا، علشان يعني سواء كان بنت او ولد يقدروا ان هم يعتمدوا على نفسهم لما يكبروا، سواء سافروا او قعدوا في مثلا مدينة جامعية، لو سافروا مثلا رحلة قعدوا فيها كام يوم كده، لازم يكونوا بيعرفوا يعملوا كل حاجة لوحدهم. لما يبدأوا يكبروا شوية يتعلموا شوية أكلات، نقف معاهم نعلمهم واحدة واحدة. فدي من الحاجات المهمة جدا، ان احنا لازم برضو نعلم ولادنا من البداية، من هم لسه صغيرين، علشان الموضوع يبقى بالنسبة لهم ان ده روتين في حياتهم، دي حاجة في حياتهم ملزمين بيها، زي المذاكرة، زي اي حاجة بيعملوها في يومهم، دي كمان من الحاجات الاساسية اللي تكون في يومهم. وعلشان يحبوا الموضوع في البداية نشجعهم، نقول لهم لو عملتوا مثلا المكان ده هنعمل لكم حاجة من اللي انتوا بتحبوها كده، اللي هو تحفيز في الأول لحد ما يتعودوا، وأنه يكون ده روتين في حياتهم كلها، ويتعاونوا معاكوا في أي حاجة بتعملوها في البيت، يشاركوا.